التركي الزعابي. نتمنى لهم التوفيق في قيادة هذه المباراة على المستوى التحكيمي في مواجهة تعتبر من المواجهات التي يعني تضع لها أهمية كبيرة ويضع لها أهمية كبيرة كلا الفريقين في هذه المباراة. إن كان الشارجة الذي يريد العودة للمنافسة على بطولة الدوري أو إن كان فريق نادي خرفكان الذي يبحث عن مناطق دافئة قبل حلول الشتاء القارس وقبل أن يعني ينتصف دورينا في هذا الموسم. هذه كرة يا سلام خطيرة، الله، هذا لا يحدث كثيرا يا ملك، لا يتكرر كثيرا يا ملك، يا لها من ثواني أولى، أسرع أهداف البطولة في هذه اللحظات يأتي عن طريق الملك وعن طريق لوان بيريرا بتسديدة رائعة جدا. الملك يريد أن يمتلك مبكرا، يمتلك نعم زمام الأمور بتسديدة حلوة جميلة. ارجع للقطة أعيدها من أول يا مخرج، يا لها من تسديدة، شوف اللقطة كيف بدأت وكيف استمرت، وصلت بهذه الطريقة، بدأت بعثمان كمارة وهو كان صاحب الأسيست الرائع في اللقطة الماضية. شوف العرضية من بيانين، شوف الكعب الجميل، أوهوهو الله يا ملك والله على تسديدة جميلة يا لوان بيريرا، يضع الكرة في المرمى على يمين حارس المرمى أحمد الحسني. يا لها من تسديدة ويا لها من بداية قوة سريعة نعم يبديها يعني أن يرى من الملك ومن لاعبي الملك. هذه كرة، الله، ماريكا يضع الكرة للمرة الثانية في المرمى، في مرمى خرفكان، انهيار مبكر لمصلحة النسور في مباراة الليلة أمام القوة الضاربة للسيد كوزمن. ماريكا يضع الكرة في المرمى محرزا ثالث أهدافه في هذه البطولة، ثالث أهدافه في الدوري بعد ما وصلت له الكرة بشكل جميل، لا وجود أعتقد للتسلل، هكذا مرت وصلت وسجل الملك وبدأ يمتلك زمام الأمور في مباراة الليلة. أوهوهو على بداية حلوة مثيرة جميلة للملك الشرجاوي، وبالتالي ماريكا هذه المرة يوقع على ثاني أهداف المباراة، ثاني أهداف في الموسم الماضي. هذه كرة ملعوبة خطيرة بالرأس 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 بالرأس، يسجل ريفائيل أنطونيو، ريفائيل أنطونيو يسجل لفريق نادي خرفكان ويعيد بعض الأمل للفريق في هذه المباراة برأسية سليمة جميلة كانت في اللقطة الماضية. شوف التقدم، هذه صعبة 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 أن تحكم عليها إذا ما كان هناك تسلل أم من عدمه، لكن يسجل فريق نادي خرفكان رأسية حلوة جميلة يعيد فيها فريق نادي خرفكان للمباراة وتقليص الفارق في اللقطة الماضية. خرفكان اللي لم يسبق أن نجح بهذه شباك الشارجة طبعا بأكثر من هدف في المباراة يعني خلال سبعة مواجهات سابقة ما بين الفريقين، إلا أن عثمان كمارة لفراس بالعربي، الله الله يا فراس، الله على كرة جميلة يضعها فراس في المرمى، هدف ولا أروع، هدف ولا أجمل، وما أكثرها الأهداف الجميلة في هذه المباراة، ما أجملها الأهداف الجميلة في هذه المباراة. فراس بهدف جميل جدا يرفع الرأس ويتقدم بالتأكيد بفريق نادي الشارجة في هذه المواجهة وفي هذه المباراة، يوسعون الفارق من جديد. شوف اللمسة وصلت لعثمان كمارة، هي نظرة فقط تكفي، نظرة تكفي لصناعة حب جديد مع الشباك يا عثمان كمارة. شوف النظرة، شوف سرعة النظرة، شوف المسح الكربوني اللي كان في اللقطة الماضية، يا الله على الإسكان، سكنها بالتأكيد في الزاوية البعيدة، في الزاوية 90. فراس بالعربي يضع الكرة في المرمى ويلتجئ بالتأكيد لحظن كبير وهو حظن السيد كوزمن في هذه المباراة. إذن يتقدم الشارجة بالهدف الثالث في هذه المواجهة عن طريق التونسي بالعربي. خالد الضنحاني يرسل كرة لموسى، موسى ماريكا، أوهوهو يا الله، الرابعة
الفريق. عادت رباعيات الملك، عادت مرة أخرى رباعيات الملك. يسجل الهدف الرابع في هذه اللحظات ماريغا، يسجل الهدف الرابع ماريغا في هذه المباراة، وبالتالي يتقدم الملك الشرجاوي بأربعة أهداف مقابل هدف. أربعة أهداف مقابل هدف. شوف من اللمسة الأولى خالد الطنحاني، من اللمسة الأولى قلت لك كان ميلوني مش قائم بشغله في هذه المباراة. نزل الطنحاني وأرسل الكرة لموسى ماريغا، موسى يسجل الهدف في اللقطة الماضية محرزا الهدف الرابع لفريق نادي الشارجة، ومعلنا عن عودة رباعيات الملك مرة أخرى. إذا الرباعية للملك الشرجاوي، أربعة أهداف مقابل هدف، نتيجة أصبحت ثقيلة على فريق نادي خرفكان، لكن نتيجة بإمكانها أن